السلام عليكم، عاملين ايه؟ كله تمام. انا محمد فؤاد، وكنت بعمل فيديوهات دايما على الاي تي، وكان في كذا حد طلب مني ان انا اعمل فيديوهات عن يومي في المانيا. انا دلوقتي خلصت التمرين وخارج من البيت ورايح اتمشى شويه كده في بارك جنب البيت. يعني دي بتبقى زي مكان كده، تقدر تقول غابه صغيره، او يعني مكان مفتوح فيه خضره. هو بيبقى مكان حلو، يعني بيبقى ظريف ان انت ممكن تتمشى فيه، او ممكن مثلا يعني تلعب رياضه لو انت بتحب تجري. هتلاقي ناس تانية جوه بتعمل حاجات مختلفه، في مثلا اللي ماشي يعني بيمشي الكلب بتاعه، وفي اللي واخد صحابه مثلا وبيجري او بيلعب كوره، او في هتلاقي مثلا حتى مجموعات من اجانب. الو يا هو بيقول لي يعني ان اللي انا بعمله ده انترستنج، واكيد طبعا عمال يقول ايه مين اللي بيصور نفسه في الموبايل ده. بس يعني انا قلت اخدكم معايا كده، عشان دي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها هنا يعني في المانيا، ان في مساحات خضراء كتير، الدنيا بتمطر على طول، وزي ما انتم شايفين كده اصلا الجو خلاص يعني تقريبا بقى شتاء. مش عارف انتوا هتشوفوا السماء ولا لا، بس فخليكم معايا. احنا هنا كده في الطريق رايحين على البارك، بيبقى في جزء كده في الاول بس اسفلت شويه، وبيبقى في ملاعب في اول البارك دي، بيبقى في زي ملعب طايره وجنبيه ملعب كوره، وفي اماكن تانية الناس بتعمل فيها رياضه، والعربيات عادي ممكن تركن وبعد كده بتخش. يعني هتلاقوا في اكتيفيتيز كتير بتتعمل جوه البارك. في اول البارك بيبقى في ملاعب، في ملاعب طايره الناس بتلعب طايره كده زي ما انتم شايفين. يعني هو جزء كبير من الحياه هنا في الاكتيفيتيز اللي بتتعمل بره الشغل، بتبقى ليها حاجات ليها علاقه بالرياضه والسبورت. هتلاقي في ناس كتير بتلعب رياضه. بس بعد الضربه دي بقى هنقفل ونسيب الناس تكمل لعب ونكمل طريقنا. انا لسه ماشي اهو، بحاول اخش يعني جوه البارك. المسافه بتبقى مش يعني بتاخد لها مثلا حوالي 10 دقائق لغايه لما بقى جوه خالص في النص. بس يعني اديني بقى بحاول اشرح لكم كده في السكه اللي بيحصل. زي ما انتم شايفين كده، بص الخضره يا جماعه عامله ازاي. يعني كل ما انت طول ما انت ماشي بتلاقي الدنيا بص خضره في كل حته. بيبقى فيه زي نفق كده بيخلينا نعدي. النفق ده بيبقى متقسم، يعني غالبا اللي بيبقى جاي من 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 اي اتجاه بيمشي على اليمين. يعني انت لو جاي من ناحيتي كده هتبقى ماشي كده، والناس اللي جايه الناحيه التانية بتبقى ماشيه برضو على يمينها. ده ليه؟ عشان النفق ده بيبقى فيه ناس بتعدي بالعجل، يعني بيعدوا بالعجله، فمش بيبقوا منظمين الموضوع عشان ما حدش يتخبط مثلا لو هو جاي بسرعه بالعجله او حاجه. وزي ما مكتوب كده فوق، مكتوب شتات فور الا، شتات فور الا يعني البلد دي للناس كلها. يقصدوا ايه الناس كلها؟ يعني يقصدوا الاجانب والمش اجانب، والالمان واللي مش المان، الابيض والاسود، المسلم المسيحي، للناس كلها اهي. من الحاجات الحلوة هنا برضو الرسوم الجرافيتي اللي بتبقى على الحيطان. يعني الناس هنا دايما بتحب ترسم جرافيتي، فهتلاقي كده دايما بص الحيطان كلها بيبقى مرسوم عليها، وبيبقى عليها حاجات بالألوان. احنا زي ما احنا دلوقتي طالعين من النفق، الناس جاية من على اليمين كالعادة، وانا طالع من الناحية التانية. العجله اللي هي واقفه لوحديها دي بتبقى عجله بتتاجر. يعني انت مثلا بتنزل ابلكيشن، وبعد كده بتحاول تدفع بالاونلاين وبتاجر العجله دي. العجله دي بتتاجر في الساعه بيورو، تقدر تاخدها وتركبها، وبعد كده وانت نازل بتركنها في اي حته. الشمس طلعت اهي الحمد لله، لما الشمس بتطلع شكل البلد بيتغير جامد.
الناس بقى اللي كانت بتسألني انا بعمل ايه في يومي، هو ده يا جماعة اللي انا بعمله كتير في يومي. يعني انا دايما بخلص الجيم وبعد كده باجي اتمشى هنا شوية، بقعد بقى مثلا اسمع مزيكا او حاجة، او ساعات مثلا يعني بقعد هنا اريح شوية يعني كده. بس دي حاجة من اكتر الحاجات اللي انا بعملها في يومي. اظن ان هو كان زي ما انا كنت بحاول اوضح لكم في الفيديو، المانيا فيها مساحات خضراء كتير، والناس دايما بتستغل المساحات دي ان هما بيحاول يجروا. يعني الالمان فرهودين جدا زي ما انتم شايفين كده، كلهم يعني اما بيجروا اما بيتمشوا اما بيركبوا عجل، فدي حاجه كويسه فيهم، واكيد ده مخليهم متفوقين. يعني لان لما الناس العاديه بتجري كده، فتخيل بقى منتخب المانيا بيجري ازاي. عشان كده يعني مسمينه منتخب المكن. وبس عايز اقول حاجه، مش معنى ان يعني ان الطبيعه هنا شكلها كده ان احنا عندنا البلد شكلها وحش او حاجه، لا بالعكس خالص. الناس اللي هنا بيحبوا مصر وبيحبوا يجوا عندنا عشان خاطر الشمس اللي عندنا، عشان خاطر البحر اللي عندنا، عشان خاطر الصحراء اللي عندنا. هو بس يعني عشان احنا مثل الحاجه اللي احنا عايشين في وسطها، عشان احنا بنشوفها على طول. بس صدقوني دي حاجه مهمه جدا، الشمس حلوه والصحراء حلوه والبحر عندنا احلى من اي حاجه. فاتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا معايا، وان شاء الله هحاول بقى اسجل لكم تاني. يلا سلام.